نعم. طيب دكتور محمد، يعني بالحديث عن ربما أيضا القوى العسكرية التي دائما ما تم الترويج لها، القوى العسكرية الإسرائيلية دائما ما تم الترويج للجيش الإسرائيلي على أنه الجيش الذي لا يقهر، وأجهزة الشباك والموساد بأنها أجهزة استخباراتية لا تقهر، القبة الحديدية ربما كانت لعقود ولسنين طويلة يعني تعتبر أسطورة. اليوم بعد سقوط حوالي 800 قذيفة وصاروخ داخل أراضي الإسرائيلية وفي عدد من الأماكن، ما الذي حدث؟ ماذا حدث لمنظومة باتريوت الموجودة في القبة الحديدية، ولماذا باتت القبة الحديدية يعني لا تكفي ربما للدفاع عن الأراضي الإسرائيلية، وهذا يغير أيضا ربما المفهوم الأساسي في بناء أو محاولة بناء دولة الاحتلال، وهو مفهوم الأمن؟ صحيح، يعني هذا مجال كبير لي يحتاج إلى يعني بالفعل استخلاص العديد من الاستنتاجات. يعني أول استنتاج في هذا الإطار في رأيي هو أن نظرية الأمن الإسرائيلي يعني واجهت تحدي أو باتت تواجه تحدي كبير. المحيط يعني الإقليمي بشكل عام، بالإضافة إلى الاقترابات التي اعتمدتها سلطات الاحتلال في مواجهة قطاع غزة، وفي مواجهة السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة الأراضي الفلسطينية بشكل عام، تحتاج إلى مراجعة. ما حدث في 7 أكتوبر يعني يؤكد أن نظرية الأمن الإسرائيلية ليست بالدرجة والقوة والتماسك التي روجت لها إسرائيل. وأعتقد أن مجريات الأمور منذ 7 أكتوبر وحتى الآن تؤكد هذا الموقف أو هذا الاستنتاج، ليس فقط في إطار المواجهة بين القوى الفلسطينية وجيش الاحتلال، لكن حتى في المحيط الإقليمي بشكل عام. لاحظنا أيضا أن بعض القوى الفاعلين من غير الدول عندما حاولوا الدخول على خط الأزمة، يعني كل هذا أشار يعني أو أثار يعني أسئلة كبيرة حول مدى فعالية يعني أنظمة الدفاع الإسرائيلية رغم كل ما قيل عنها من فعالية. النقطة الثانية المهمة التي كشفت عنها ما يجري في قطاع غزة الآن هو طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي. يعني الاقتصاد الإسرائيلي هذه الأزمة أعتقد أنها تشير بشكل واضح أن إسرائيل حتى من الناحية الاقتصادية ليس لديها القدرة لتحمل حرب بهذه الطريقة لفترة زمنية. الآن بدأت التقارير الاقتصادية تتحدث عن خسائر ضخمة للاقتصاد الإسرائيلي. التقييمات السلبية التي قدمتها مؤسسات الائتمان الدولي أو التقييم الاقتصادي يعني تتحدث عن تقييمات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب. أيضا يعني لم يكن من الممكن في رأيي أن تقوم إسرائيل بما تقوم به في قطاع غزة لولا الدعم الضخم من الجانب الأمريكي، وبالتالي هذا يشير لهذه النقطة التبعية أو اعتمادية كبيرة على الجانب الأمريكي. دكتور محمد، سنذهب أنا وأنت لهذه النقطة، ولكن أريد أن أسألك قبل ذلك، يعني حالة التخبط التي تبدو أنها باتت يعني معروفة أو مكشوفة، يعني نتنياهو من ناحية كان قد قام ب يعني اتهام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتخاذل وأنها يعني أغفلت تقارير هامة، بعد ذلك عاد الرجل لمسح هذه التغريدة من موقع أكس، ولكن يعني على ما يبدو أن الأطراف الأمنية من ناحية وحكومة نتنياهو من ناحية أخرى، الكل يحاول تقديم الآخر ككبش فداء. ما مدى التخبط أيضا الذي يرزح تحته سواء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد ما حدث يوم 7 من أكتوبر، وأيضا حكومة نتنياهو الذي بات كثيرين يتحدثوا أن الرجل مستقبله السياسي قد انتهى؟ يعني هذه حقيقة أخرى، يعني ما كشف عنه ما حدث في 7 أكتوبر يعني أشار بشكل واضح وصريح إلى أنه هناك أزمة كبيرة فيما يتعلق بالأجهزة أو المؤسسات الأمنية داخل إسرائيل رغم تعددها. لكن أعتقد أنه واحد من الاستنتاجات المهمة في هذا الإطار أيضا أنه قدرة هذه الأجهزة
على التنبؤ أو بناء تقديرات موقف دقيقة يمكن الاعتماد عليها من جانب صانع القرار. في رأيي هذا أصبح موضع سؤال كبير. التوافق أيضا حتى بين هذه المؤسسات الأمنية، يعني حتى بعيدا عما إذا كان هناك تقديرات لم يسمع لها صانع القرار السياسي أو أنه لم تكن هناك تقديرات من الأساس، أعتقد أنه يعني، لكن أيضا هناك على ما يبدو صراعات داخل أو بين هذه المؤسسات وربما داخل هذه المؤسسات. أيضا نظرية الأمن الإسرائيلي أعتقد أنها يعني تواجه مشكلة كبيرة أو واجهت مشكلة كبيرة كما كشف عنها ما حدث في 7 أكتوبر، هو الارتكان إلى الحالة الطبيعية. يعني كما نعلم حركة حماس يعني خرجت عن معادلة المواجهة مع الجانب الإسرائيلي لفترة قبل 7 أكتوبر، لكن على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي أو المؤسسات الأمنية الإسرائيلية اعتبرت أن هذا يعتبر تحول كبير في مجريات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن ما حدث في 7 أكتوبر أثبت أن هذا الاستنتاج يعني كان خطأ إلى حد كبير. لكن في رأيي أيضا هناك بعد مهم، يعني هذه الأزمة ستبقى مع الجانب الإسرائيلي لفترة في المرحلة المقبلة، حتى إذا افترضنا خروج نتنياهو من الحياة السياسية، وحتى إذا افترضنا أنه سيكون هناك يعني لحظة محاسبة من للأطراف المختلفة في إسرائيل. لكن واحدة من أهم الأمور التي كشف عنها هذه الأزمة هو يعني السياسة الخارجية أو لإسرائيل وبما فيها ما يحدث الآن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، يعني هي للأسف مختطفة لمصلحة الصراعات السياسية ولمصلحة يعني التحول الخطير الذي حدث داخل إسرائيل، وهو خطف الحياة السياسية وخطف المؤسسات الإسرائيلية لمصلحة تيار ديني يميني.